السلام عليكم. اليوم راح نعرفكم على بعض الخصائص، واحدة من الخصائص النادرة اللي تخص مدينة دلس، وراني الآن متواجد في مدينة دلس، ونتكلم لكم على المدينة هذه، المدينة اللي اكتشفت أنه هي من المدن القلائل في العالم، وهي المدينة الوحيدة في الجزائر اللي عندها 3 نتاع المنارات. والآن نشاهد المنارة الأولى، هذه المنارة الأولى اللي جاية في ما يسمى بالميناء الروماني، وتكون لنا وقفة أخرى عن تاريخ دلس العريق، يعني من عهد الفينيقيين إلى يومنا هذا. إذن الآن نشاهد المنارة الأولى واللي تبنات في العهد الشكل تاعها الحالي، هو تبنى في العهد الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وتبنى على ميناء قديم روماني فينيقي قديم. إذن هذه المنارة الأولى. ثم سنذهب إلى المنارة الثانية، اللي هي هنايا نشاهد هنا. نروح لمكان آخر يبعد حوالي 2 أو 3 كيلومترات عن الميناء القديم. هنا نشاهد 2 منارات، واحدة قديمة تعود إلى ما قبل، يعني بداية الاستعمار، يعني في القرن 18، والمنارة الثانية اللي بجانبها اللي عندها الشكل رقيق شوية، هذيك المنارة تبنات في العهد الاستقلال في الثمانينات، وكانت لأن المنارة الأولى كانت هشة. إذن هنا نشوف 2 منارات، المنارة هذه والمنارة اللي قدامها هذه، اللي موجودة في منطقة تبعد عن المنطقة الأولى بحوالي 2 أو 3 كيلومترات. وهنا الوصف هذا ينتهي بهذا 2 منارات. إذن عندنا 3 منارات في مدينة دلس. اسم قديم. السلام عليكم. يهودي وقيل. Thank you.